اي واحد بغى يتريني مرحبا به. كنعرف كاينين الدراري ما كيدخلوش اليوتيوب، داكشي علاش كنبارطاجيه حتى في فيسبوك. اي واحد كيتقاتل على الهدف ديالو يتقاتل عليه ويكمل وعمره يحبس، نيفر جيف اب، راه ما كاينش الاعذار، استمر وتقاتل، راه غيجي واحد النهار ويعترفوا بك الناس ويعترفوا بداكشي اللي كدير. ما عمرك تسمع الناس اللي غيفشلوك، وتسمع الهضره ديال الناس اللي غيشجعوك، ودوك الناس السلبيين هز الهضره ديالهم قدمها بطريقه ايجابيه، راه غتوصل وتحداهم وبين لهم باللي انت راه قادر دير الافضل وتقدر دير داكشي اللي هما كيحقروك عليه. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد كما العاده. صباح الخير عليكم كاملين. اليوم غندير فيديو في نفس البلاصه اللي درت فيها الفيديو اللي لونسيت السيمانه اللي فاتت. نخليكم معايا في الفيديو حتى الاخير. يلا ليتس جو. المهم اخوت، دابا درنا الحصه ديالنا، واخا ما جاوش بحال الحد اللي فات. اليوم الدراري جاو قلال، الدراري مشاو للرباط، داروا ميتينغ مع الدراري تاع باربروس موروكو اللي كاينين في الرباط، واخا قلال. المهم هي لونطريما وديما الاستمراريه. واخا عليكم الدراري، الدراري ما جاوش، بلا ما نهضر على الدراري اللي عندهم الاعذار، معليش الدراري اللي جاوا بالصحه والراحه، واللي ما جاوش حتى هما بالصحه والراحه حاولوا ترينيو، وان شاء الله نكملوا الحصه ديالنا ونتلاقاو من بعد. ليتس جو الدراري، خليكم معنا دائما الموتيفيشن. يلا مشينا.
غادي نموتيفيكم شويه على الثاني كما العاده. اي واحد بغى يوصل لشي حاجه سواء في لونطريما في القرايه في الخدمه الله يسهل على كل شيء. المهم اي حاجه كتبغي دائما الاستمراريه ودائما الدراري عمركم تحبسوا وكملوا كملوا اي حاجه كتبغي الاستمراريه. وهذا الشيء ماشي غير في لونطريما كيطبق على بزاف ديال الحوايج. اي حاجه بغيتي توصل لها راه غتوصل عمرك تحبس. ونيفر جيف اب الدراري راه عمرك تحك راسك تقاتلوا باش توصلوا للهدف ديالكم. دائما كندير فيديوهات باش نموتيفي الدراري. اليوم واخا جاو الدراري قلال كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو ولكن معليش الدراري راه جاو وترينينا الحصه ديالنا وداكشي اللي غنديروه الا كنا 20 واحد راه غنديرو الا كنا 5 هاد الناس. جيتي غنتريني وما جيتيش غنتريني. احسن حاجه هي انك تجي وما تنعسش. حيدوا عليكم العجز ولونطريما راه ضروري الدراري. ما تنساوش اخوتي واحد لايك للفيديو دائما وما تنساوش ديما خليو لي الكومونتير ديالكم. خليكم معايا حتى الاخر باقي ما يتقال وباقي ما يدار. سالينا الحصه ديال اليوم وضربنا السيريات ديالنا واخا ما هضرتش بزاف وما قلت لكمش اشنو خدمنا. هاد الفيديوهات اللي كنبارطاجي مع الدراري باش نموتيفيو الدراري ونكونوا السبب ديال دراري اخرين اللي ما كيترينيوش ولا اللي ديجا قطعوا يرجعوا يترينيو وتكون الفرصه ديالهم هذه باش يترينيو باش يعرفوا بلي كاين واحد جروب كيتعاون الدراري بيناتهم جروب تاع باربروس موروكو. كاين صلاح المهم كاين الدراري جاوا كيتقاتلوا ان شاء الله الحد الجاي غادي يكونوا عاوتاني دراري كثار. دائما الموتيفيشن وديما ما تنساوش السيبورت واحد لايك للفيديو ولي كومونتير ديالكم والبارطاج باش نشجعوا الدراري الاخرين باش يترينيو. وديما ما تنساوش واحد الحاجه هي الاستمراريه. نيفر جيف اب عمركم تستسلموا. هذه الاستمراريه هي الاساس ديال النجاح. اي واحد بغى يتريني مرحبا به. كنعرف كاينين الدراري ما كيدخلوش لليوتيوب داكشي علاش كنبارطاجيه حتى في فيسبوك. وان شاء الله تسناو الفيديو واللي جاي غادي يكون افضل. قبل ما يسالي هذا الفيديو اي واحد كيتقاتل على الهدف ديالو او لا عنده شي هدف يتقاتل عليه ويكمل وعمره يحبس. نيفر جيف اب راه ما كاينش الاعذار. استمروا تقاتل راه غيجي واحد النهار ويعترفوا بك الناس ويعترفوا بداكشي اللي كدير. هي تعذبتي على واحد الحاجه وانت كديرها وجيتي واحد الوقيته وكتفكر باش انك توقفها خاصك تعاود تفكر مزيان وما عمرك تسمع الناس اللي غيفشلوك وتسمع الهضره ديال الناس اللي غيشجعوك. ودوك الناس السلبيين الزهضره ديالهم قدمها بطريقه ايجابيه راه غتوصل وتحداهم وبين لهم باللي انت راه قادر دير الافضل وتقدر دير داكشي اللي هما كيحقروك عليه واللي جاي غادي يكون افضل. ودائما الجديد. ليتس جو الدراري والسلام عليكم.